عملته بطريقة سهلة وبسيطة قوي قوي، وما فيهوش اي حاجة يا جماعة. الفكرة سهلة وبسيطة قوي، بس هي طلبت مني ان انا اشرح لها وشرحته. اهم حاجة اللايك والتعليق والاشتراك عشان خاطر الناس كتيرة قوي تستفاد من التصميم ده، وغير كده تشجيع منك عشان خاطر عليكم ورحمة نستمر الله في وبركاته. الاحسن. ازيكم يا اكبر جمهور في الدنيا؟ اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده رجعنا مع بعض يا جماعه بإسدال بطريقه سهله وبسيطه قوي. إسدال خروج وإسدال صلاه في نفس الوقت، تمام كده؟ إسدال خروج وإسدال صلاه في نفس الوقت. يلا بينا نبدا واحده واحده بقى كده ونسمي الله. بص بقى، اول حاجه خالص معانا هنا كده ننزل حرده الرقبه الاماميه، وبعدين ننزل حرده الرقبه الخلفيه، وبعدين هنيجي من هنا نحط هنا 3 سنتي، ونعمل بعد كده الحردات بتاعتي الأمامية والخلفية مع بعض، تمام كده اهو، شايفة ازاي؟ طيب وبعدين هنبدأ ننزل 1 سنتي ميلان الكتف. انا مش عارفة ليه عملت الخط ده بس عملناه. نظبط بيه بس المستوى بتاع الكتف بتاعنا اهو، عادي خالص مفيش مشكلة. مش بتكلم على الخط بتاع النقطة دي، لا بتكلم الخط ده. طيب وبعدين هنبدأ ننزل بقى من هنا كده طول الظهر معايا، طول الظهر معايا بالظبط 20، وبعدين انزل بطول الجنب، وبعدين انزل بعد طول الجنب انزل بالطول كله، تمام كده. طيب دلوقتي بقى هبدأ اعمل اسدال بشكل سهل قوي قوي قوي. يلا بينا بقى ننزل واحدة واحدة كده من عند الكتف، ونحطها على حردة الابط بتاعتنا، ونعمل حردة الابط يا جماعة اهو بالشكل سهل قوي قوي بسيط، بصي بالصورة دي. وبعدين هنبدأ نعمل حردة الجيرو بتاعتنا اهي، تمام كده اهي، شايفة ازاي؟ طيب وبعد كده هبدأ بقى ان انا اعمل التعديل اللي هيخلي التصميم ده يبقى اسدال بشكل سهل وبسيط. يلا بينا. بص بقى، اول حاجة خالص كده هنيجي من عند الكتف كده، ونحط المسطرة بتاعتنا في مستوى الكتف، ونشوف الكم اللي احنا عايزينه قد ايه، وهنبدأ نحط كده ايه خط كده، ده بتاع الكم يا جماعة الاولاني، تمام كده. وبعدين هبدأ ان انا اجي من عند الكم ده، واكون حاطة هنا مسافة الاسورة بتاعتي اللي هتكون 6 سنتي. وبعد كده هنزل من تحت حردة الابط بحوالي 4 سنتي، تمام كده، عشان اوصلها بالمسافة دي. بس لما اجي اوصلها مش هوصلها كده على طول مباشرة، لا هوصلها بزاوية، تمام كده. فتعالوا بقى ناخد الزاوية الاول، هنيجي كده وبعدين نروح جايين على بالشكل ده، تمام، زي ما هي موجودة في الصورة. طبعا عشان خاطر احنا هنا معانا الورق مش هيجيب لك الكشكشه او الكسرات اللي المفروض تبقى موجوده في القماش، فعشان كده هفضل ان انا اطلع بيها من غير الزاويه دي، بس هي دي الزاويه يا جماعه الموجوده في الصوره، تمام كده. طيب وبعدين هنبدا ان احنا نقص بقى الاسدال بتاعنا بشكل سهل وبسيط قوي. عملت منه الامام بس عشان اوريكي الفكره، ده فيديو بس توضيح للاسدال. على فكره بنزل باترون الاسدال ده يا جماعه على طول في الجروب بتاعي بتاع عالم الباترون، وبنزله كمان في كل الجروبات المسؤوله فيها، او ان انا بتاعتي يعني بجروب عالم الباترون بتاعي، جروب تفصيل وخياطه، وكمان صفحه تعليم الخياطه مريم احمد. في كل ده الشغل ده بنزل فيه الحاجات البسيطه دي، فدي بسيطه بس هي طلبت مني ان انا اشرحه لها واحده واحده. تعالى اوريك من غير الخطوط بتاعته او البتاع بتاعه. بص يا جماعه اهو، شايفه؟ ادي اهو من غير خطوط، شايفه اهو. بصي حرد، بصي الكم اتعمل ازاي. وطبعا بعد كده هتوصلي باسوره لو انت حابه باسوره اضيق منها بشويه، وممكن تخلي الاسوره واسعه وبعدين تجي بيها باستك على حسب ما تحبي. الاسدال فكرته سهله وبسيطه خالص يا جماعه زي ما انت شايفه اهو. وطبعا عشان خاطر بس ايه ان احنا نظبط بس كل حاجه كده وتبقى كل حاجه تمام، هنيجي من هنا كده ونروح جايين بالشكل ده، ونروح جايين كده. بصوا يا جماعه، وماخدينها بنفس الزاويه دي، بصوا اهي، شايفه ازاي؟ طريقه سهله وبسيطه قوي قوي، هوريك الاسدال. بصوا يا جماعه، ده شكل الاسدال بعد ما عملته بطريقه سهله وبسيطه قوي قوي، وما فيهوش اي حاجه يا جماعه. الفكره سهله وبسيطه قوي، بس هي طلبت مني ان انا اشرحه لها وشرحته. اهم حاجه اللايك والتعليق والاشتراك عشان خاطر الناس كتيره قوي تستفاد من التصميم ده، وغير كده تشجيع منك عشان خاطر نستمر في الاحسن والاحسن باذن الله. ولو عندك اي تصميم عايزه توريهوني وانا اظبطهولك او اعملهولك، فتحت في جروب الواتساب هتلاقيه موجود، هتلاقيني على طول بكلمك مباشره، يا دوب اضغطي بس على الرابط وهتدخلي على طول على الجروب. اهم حاجه زي ما قلت لك اللايك والتعليق والاشتراك، وكل سنه وانتم طيبين يا اجمل جمهور في الدنيا في امان الله. مع تحيات تعليم الخياطه مع مريم احمد، كل سنه وانتم طيبين.